مساء الخير. 25 يوم بيفصلنا عن يوم الانتخابات، احتمال التأجيل عم يتراجع يوم بعد يوم. مين رح يحصد الأكثرية النيابية؟ كيف رح يكون المشهد الانتخابي؟ وشو عن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية؟ كيف رح يتم مقاربة الاستحقاقات؟ كل هيدي المواضيع رح نتابعها اليوم مع ضيفي الصحافي غسان سعود. مساء الخير واهلا وسهلا فيك معنا اليوم. اهلا سنور، كيفك؟ تمام، ماشي الحال؟ تمام. شو اليوم رح نحكي كل شيء عن المكشوف؟ هيك لازم. رح تصاب بشي دعوة ثانية من بعد هالحلقة بما انك اسم الله يعني عندك عدد هائل من الدعاوى. سل الدعاوى اذا بدي اقول يعني. عم نجرب نخفف دعاوى، فعم ننتبه على هيك. ليه عم بتجرب تخفف مفرداتنا يعني؟ عم تنتبه على الالفاظ اكثر على المفردات. عم تنتبه ما تهاجم كثير الناس. لا نهاجم، نضل نهاجم، بس في طريقه يعني. بالعاده هن بياخذونا على تعبير او على شيء هيك، فعم ننتبه يعني. اذا واحد قاتل عم نحيد، ما عم نقول انه هو قاتل، عم نقول اللي ماتوا بالصدفه هو كان موجود، لانه اذا قلنا عنه قاتل بياخذنا على المحاكم. سو هيك اشي عم بحيد عنهم شوي. تعبت شكلك من قصة المحاكم، عشان هيك عم بتخفف، متعب الشغلة. ايه بتزهق يعني، اخر نهار واحد كل يوم اثنين ثلاثة أربعة بده ينزل يوقف عند القاضي ثلاث أربع ساعات، ويطلع آخر شيء ما عنده جلسة بس مضطر يروح، إنه ايه بتعب. كل جمعة هيك كل اثنين ثلاثة أربعة؟ تقريبا ايه. هلا الله رزقني بمحاميه يعني بتعمل هي كل هيدا، هي متطوعه بتعمل كل هيدا الشيء، هي يعني بتروح بتحمل عني، بس بضل في ايام انا مضطر انزل. عجبتني هيدي، الله رزقني منيحه هالرزق. إيه لانه كثير صعب واحد يلاقي محامي. على امل يخف شغلك اذا كنت عم تتابعينا اليوم. على امل يعني. إيه. اذا بدك تضلك هيك تهاجم الناس بيضل يصير دعاوى. طيب خلينا شوي نحكي عنك بالشخصي قبل ما بلش انا وياك نحكي انتخابات وسياسه. والله يستر مثل ما بقولوا. اليوم مع حضرتك بفتره من الفترات تركت العمل الصحفي، اللي هو ما بعرف كيف انسان بيقدر يتركه يعني، لانه هو بس مثل ما بقولوا بالعروق هذا العمل، واتجهت للاعمال الزراعيه. هل بعدك ولا ماشي مع سوا مع هالعمل الصحفي هلا؟ لا انا ب 2017 فليت من جريده الاخبار. عملت شويه مواقع، جربت اعمل شيء يعني، اقتنعت انه هذا كله مستحيل يمشي اذا ما واحد عنده القدره انه يروح يشحط مصاري ويعمل. بده قدره ماديه يخليه ماشي، بده قدره لا بده قدره كمان بالنفسيه، واحد يكون يقدر يتحمل السياسيين ياخذ منهم مصاري ويشغل مواقعه. المهم ما قدرت. لكل هذه المواقع مموله من السياسيين؟ ايه، انه اليوم السايتات كثير صعب تعيش، السايتات والوسائل والتلفزيونات كل شيء صعب يعيش من يعني من اذا بدك من اعلام او انه شركات الدعايات انه هي تجيب لهم، بتفوت لهم مدخول، ولكن أوكي. في مدخول رئيسي مال سياسي. انا ما عرفت اعمله لهيدا الشيء، يعني ما عرفت روح اجيب مال سياسي وشغل سايتات. تتشحوض مثل ما بيقولوا بالعربي. فرحت عملت شيء زراعي، شيء زراعي كان بده سنه او سنه ونص حتى هو ينطلق منيح، سو يعني اذا بدك انغمست فيه بأول فترة، بعدين بدا ما هو صار ماشي، لا هلا صرت بتابعه أكيد، بس مش بنفس الطريقة اللي كنا فيها قبل. بس هلا فاضي. بس هلا كل الناس متجهة لهيدا العمل يعني. ايه بأمس الحاجة له هلا. ايه لكن من سنتين كان في هجمة يعني. من سنتين في كثير راحوا جربوا يزرعوا ويعملوا. العمل الزراعي مربوط بشغلتين رئيسيين، مربوط بماركتينج منيحة، ومربوط بواحد يكون مستعد يضحي أول سنة يعني. في كثير اجوا افتكروا إنه هلا بيزرعوا بيصير معهم ببيعوا بيصير معهم مصاري مدري شو، اكتشفوا إنه لا الخبرية منا هيك. أنا بالنسبة إلي خلص صار في شيء ماشي، ولما هذا الشيء صار ماشي صار فيني ارجع اهتم اكثر بالصحافه واكتب باكثر من مطرح ويعني اظبط اموري الصحفيه. طيب برايك انت غسان اليوم، انه بتعتبر اليوم الصحافه بيقدر ينجح خارج اطار مؤسسه اعلاميه وخارج اطار موقع الكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي، بيقدر ينجح مثلك هيك فقط؟ لك انا بقول واحد في روح يعني. يعني اول شيء اكيد انا بقول لك لولا جريده الاخبار انا اليوم ما كنت موجود يعني. انا رحت طبيت بالجريده من 2006 ل 2017. اعطتك خبره، اعطتني خبره، ركبت لي علاقات، ركبت لي ملفات، ركبت لي جيب المعلومه كيف، هيدا كله واحد بده يروح يعملها بمطرح، ما في يجي فجاه هو يقرر انه هو صحفي. اي هيدا كان شيء كثير رئيسي. هلا واحد لما يترك مؤسسته يعني، لما يترك مؤسسه ايا كانت يروح يقول انا بدي اشتغل صحافي لحالي، بيتحول لدكان يعني. صعب كثير يقدر يحافظ على قدرته الصحفيه بلا ما يكون صار معلق بحدا يعني. هذا الحدا يا عم يعطيه مصاري يا عم يعطيه معلومات. سو ما بيعود فيه البعد الصحافي يعني، ما بيعود فيه الشغل الصحافي الحقيقي. لهيك انا بقول لك ايه، انا جربت قصه السايتات انه حلوه كثير وبتنتشر وبتعمل لك، بس اول شيء بتستهلك كثير وقت، بتستهلك طاقه هائله، وواحد ما في يستمر فيها يعني. ما في شخص يفكر حاله هو في يعمل مؤسسه اعلاميه. المؤسسه الاعلاميه هي شيء كثير كبير، في يكون هو جزء منها حلقه فيها، ولكن ما في يقول انا بدي صير الوسيله
مش اعلامية. انا اليوم عندي سوشيال ميديا كثير منيح، بس لو ما عندي اطلع على التي في السوشيال ميديا ما بكفيني لحالي. لو ما عندي مقالب الميادين يلي بياخذ 3 ايام شغل تجميع معلومات وقاعد، وكمان في كثير ناس بفكروا انه واحد بس بده يكتب بيلقط ورقه وقلم وبيقعد بيكتب. لا اكيد، لا شغل المقال عم نحكي عن مينيموم 3 ايام اتصالات ويوم كامل كتابي، يعني هذا النص حتى ينكتب بياخذ يوم شغل. الناس ايام بيقروا عنوانه بس او بيقروا السطرين اللي بنكون حاطينه على السوشيال ميديا، ولكن هذا شغل كثير كبير. لو ما عندي منصات يعني ما عندي وسيله تكون حاملتني لحالي ما له تاثيره. ما بتفكر غسان انك تعمل شيء برنامج، ولا المحطات بتخاف منك ومن هجومك المستمر على الطبقة السياسية؟ هيك انا هلا يعني عم بطلع مع احدى التلفزيونات، عندهم كارثة انه ما في ضيف بيقبل يطلع معي، فبدي اعمل برنامج تقعد لحالي احكي 40 دقيقة. هلا عم بعمل شيء مع الميادين، فانا مفروض اطلع مناظرة بالانتخابات على ما اعتقد. سو 90% من الايام ما عم بيكون في ضيف، يعني بس يعرفوا انه في غسان بيعتذروا الناس. فاذا بدي اعمل برنامج يعني مين بدي اجيب؟ فعليا رح اطلع لحالي. بيعتذروا يعني من هجومك المستمر لانه بيعرفوا انك رح تهاجمهم. هلا مثلا بدي اقول لك في ايام في هجوم مستمر، بس في ايام كمان نحن امام طبقه سياسيه جديده منا مدعوكه سياسيا، يعني ما عندها خبره سياسيه، يعني ناس جايين من الاعلام، ناس جايين عم تحكي عن الوزراء الحاليه، عم بحكي عن وزراء وهلا مرشحين. يعني اذا نحن اليوم ناخذ في 1000 مرشح فيهم 500 ما بيعرفوا شيء بالسياسه، فبدهم يطلعوا مع حدا صار له 16 سنه مكحكح بالسياسي، هون بتصير صعبه. يقول لك ايه شو بدنا نطلع، يروح يزحط ويدرك العمل الاعلامي والعمل التلفزيوني ويدرك كيف بده يمشي الامور على الهواء يعني. فهي مش كثير جاي، يعني انا بقول لك انا مثلا معه لهشام حداد طلعت مره وحده ما بعيده مره ثانيه. فهشام حداد حدا كثير بيعرف شو يعني كاميرا، كثير بيعرف شو يعني يوقع يلي معه. فانه انا بقيسها، انا بالنسبه للمرشح هشام حداد بيقدر يوقعك طبعا اكثر ما انت أكيد بتقدر تدرك انه هو خبرته مع الكاميرا، انا خبرتي جاي من المكتوب، بس هو تعامله مع الكاميرا رفع الصوت وتنزيل الصوت وين يشد وين فهون بتصير انه انا بالنسبه للمرشح احسن منه بكثير. عم بقول بس بالخبره، يعني بالخبره قدام الكاميرا. انا بالنسبه لواحد قاعد كل هالوقت قدام الكاميرا هو مش احسن مني بكثير. اوكي، طب اليوم اذا ما نحكي عن هالترشيحات الانتخابيه، حكى كثير عن ترشحك للانتخابات النيابيه مكان ادغار طرابلسي عن دائره بيروت الثانيه، صح؟ طيب اليوم مين رفض هيدا الترشيح ومن عرض هذا الترشيح في المقابل؟ هل صحيح كما يقال انه حزب الله هو الذي عرض ولكن التيار الوطني الحر هو الذي رفض؟ شو صحة هيدي المعلومات؟ لا يعني رينا شيء ثاني باحدى الصحف، بس باحدى السايتات، بس لا ما كان فيها هيك. لكن بدي اقول لك هو الترشيح كثير طرح على السوشيال ميديا، يعني في ناس بحبوك فيقول لك بدنا نشوفك نايب، هول كثير محبين، بس انه هول لي يعني هول مش رايي، يعني اذا بدك يبنى عليه شيء جدي. مش اكيد انا علاقتي بحزب الله كثير منيحه، اكيد يعني حركتي يمكن انا بحس سوري هيدي العلاقه الثابته الوحيده مع الحزب الوحيد من 2006 اذا بدي اقول، ومستمره يعني ما كان فيها طلعات ونزلات غير بقيه الاحزاب اللي كان فيها هجوم بعدين هدوء، صح؟ في علاقه صح مستقره مع حزب الله من 2006. انا بعمل كثير اذا بدك ندوات وجلسات مع الحزب ومع التيار، مش بس مع الحزب، فهذا كله وركزنا الندوات على دائرة على منطقة بيروت الأولى، على منطقة بيروت الثانية. ففي كتير بلش يقولوا أنه هو تسويق للنيابة أو أنه هني عم يطرحوا للنيابة. برأيي عند حزب الله هيدا المقعد هو مقعد للتيار الوطني الحر، فهني ما بيتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد بتسميته. الوزير باسيل سألني مرة إذا أنا عبالي أو إذا أنا أفكر فيها لهالخبرية، لما صار يسمع بالسوشيال ميديا ولما الناس يجوا قلت له أنا أكيد أنه هلأ بهاللحظة أكيد مش مفكر بهذا الشيء. أنا بعدني اولادي بعدهم صغار، عائلتي بعدها باولها، عم اسس حياتي. فهلا اجي روح كب حالي بشي نيابه ما عود فاضي لشغلي، ما عود فاضي لعائلتي، اذا بفكر فيها اكيد ما بفكر فيها هلا. ولكن يعني اذا بدنا نحكي من هيدا الشق، في كثير نواب هلا يعني عم بيخوضوا هيدي الترشيحات وبعضهم باول الزواج، يعني ما لازم يكون الزواج والاولاد عائق بشغله للانسان يعني. ليكي بعتقد اول شيء بعتقد مش فاهمين شو يعني نيابي، يعني اليوم النيابي بده واحد يكون مثلا انا بقول لك متفرغ طبعا، مش بده واحد بيقعد راي عزا وافراح ومساعدات على التليفون. لا النيابي هم يعني خصوصا اليوم، يعني هلا لوين مجلس النواب رايح ولا شو بعد جايينا بالبلد،
انه لا واحد ما في يقول انا بدي اكون استمتع بعائلتي وبدي اعمل نايب بنفس الوقت، او بدي استمتع بشغلي الزراعي بدي اعمل نايب، او حتى بدي استمتع بشغلي الصحافي. وانا لهي اللحظه كثير بحب السياسي، بس بعد ما قدرت اطلع من كاركتير الصحافي. سو كمان انا يعني ما بعرف قد ايه فيها هذا الشيء. بعد هون في جانب شيء خاصه انه انا اليوم مرتي صحفيه، يعني فلما انا بدي اقول لها بدي اعمل نايب، هي يا بدها تصير مرت النايب يا بدها تصير الصحفيه اللي عم تعمل احراج لجوزها، وانه عندها يعني غير خطه واستقلاليتها المطلقه، وكل وقت عم بيحملوها مسؤوليه انه هي مرت فلان كل ما كتبت شيء. سو كمان كان كله بعد مش راكب، يعني كان كله بعد نحن ما حاسين حالنا قادرين ننتقل لهيدا الشيء. طب اليوم وقتك وغير انه انا بحبه لأسيس ادغار كثير، يعني كمان انه انا اذا اليوم بدي اروح انتخب انه اكيد اسيس انه كمان صعب انا احط حالي بمطرح انه الا اذا اسيس ادغار وصل بمطرح قال هو ما بده بقى النيابي، يعني بس انه هيدا هلا ما كان مطروح. ما كان مطروح. كنت عم تحكي شوي من شوي عن اولادك. هو اللي جوزني. اوكي. طب تحكي عن اولادك انه ما بتقدر تفوت بالعمل النيابي كرمال اولادك، يعني عاده يمكن الست ممكن تقولها انه كرمال اولادي ما بقدر اعمل، هل قد تعطي وقت لاولادك؟ انا بتعرف لانه احنا عندنا نمطيه بنمشي عليها بالمجتمع الشرقي انه الامراه هي اللي بدها تحمل هم البيت وهم الاولاد وهم الشغل، ولكن الرجل هو فقط عليه الشغل. بعض الرجال يعني بتعرف ماشيين على هيدا النمطيه والوعي الجماعي اللي اخذنا كلنا. نحن هلا بشكل رئيسي مرتي اللي عندها وظيفه اللي عندها دوام بتروح عليه، ومرتي اللي بتعمل 90% من الشيء الخصهم بالاولاد، يعني انا ما عم اقول انه انا عم حل محلها، بس انه هي اللي عندها وظيفه وهي منضبطه، وانا اللي اكثر يعني فاضي اخذ وجيب الاولاد وروح بالولاد. انا بدي اقول لما اجى اول ولد انا فعليا فليت من جريده الاخبار، يعني مرق سنه انا ما رحت على الجريده. فكان عادة الامراه بتعملها. فكان عندي جنون، يعني كنت شايف شيء مش مصدق، يعني وهون في شيء كثير بيضحك انه نحن بنعمل كثير اشياء بحياتنا، اخر شيء بننبسط باللي اكثريه العالم بيعملوه، يعني في هذا الشيء المشترك بين كل بين اكثريه الناس، والله يساعد يلي يعني يلي ما بيست يلي ما يعني يلي ما بي يلي ما بيكون عنده اولاد، لانه هو شيء كثير صعب. هذا الشيء المشترك بين كل الناس هو اللي الانسان اكثر شيء بيستمتع فيه، يعني احلى من كل السفر واحلى من كل المصاري واحلى من كل شيء ممكن واحد يعمله بالحياه هو انه واحد يشوف اولاده. فانا عشت بهذا الشيء، رحت فيه لاخر شيء، وانا هلا بعدني يعني بستمتع مع الاولاد اكثر من اي شيء ثاني ممكن واحد يعمله. يعني اذا عندي ساعه بعد اكيد هيدي احلى مرحله، يعني لانه واحد يستمتع مع اولاده فيها. يعني هلا واحد بصير يشوفهم عم يكبروا بغبع قلبه انه حيكبروا، يعني هيدا الشيء مؤقت. هلا كنا عم نحكي قبل شوي، واضح انه كل مرحله واحد بيعرف يرجع ينبسط فيها ويلاقي فيها شيء حلو. طبعا ينبسط مع اولاده اكيد. يعني الله يخلي لك اياهم اكيد. خلينا ننتقل انا وياك لنحكي شويه مش شوي كثير انتخابات، ورح نقسمها كل وحده بدوائر. يعني اذا بدي بلش اليوم احكي من عكار اللي هي منطقتك، اليوم فيني اقول انه هيدي المنطقه رح تشهد نفس النتائج اللي شهدت عكار بسنه الانتخابات 2018، يعني لائحه المستقبل لهلا مسميه طبعا بغير اسامي، هادي حبيش، محمد سليمان، بعيريني، يعني وغيرهم كثار. بتلاقي انت رح يرجعوا يوصلوا لمجلس النواب، ولكن يعني بنفس المقاعد، ولا يمكن يخسروا لانه بسبب الانكفاء السني. لكن لا شك انه اليوم وليد البعريني عنده حيثيه جديه بعكار، وليد البعريني اكيد حيجيب رقم ولكن اقل بكثير من الرقم يلي جابه ب 2018، ب 2018 كان في مجموعه عوامل كلها مؤازره لوليد البعريني. اليوم يوصل؟ لم تعد موجوده، اكيد بيوصل. السؤال اذا حيقدر يوصل معه واحد او اثنين، يعني قبل من شهرين كنا عم نحكي هو قادر يوصل معه اربع مرشحين، نحن اليوم عم نحكي بيوصل معه واحد 100%، السؤال اذا حيكونوا بس اثنين ولا حيكونوا ثلاثه، يعني هذه اللائحه بتوصل اثنين او ثلاثه. كمان من شهر او شهرين كنا عم نقول القوات اللبنانيه ما فيها تجيب حاصل انتخابي بهذه الدائره، اليوم من بعد دخول فؤاد السنيوره، من بعد دخول خالد ظاهر وطلال المرعبي، من بعد دخول السعودي. طيب هيدي اللائحه اللي هي اكس مستقبل سوري رح تقدر توصل؟ ايه طبعا، يعني اليوم وليد البعريني اللي هو اكس مستقبل اللي هو بعد عنده شرعيه مستقبل ما، اكيد هو اليوم يعني بيربح مقعدين وبينافس على الثالث بجديه، اكيد القوات اللبنانيه منافسه جديه على مقعد نيابي واحد. هول بهديك الانتخابات كان عندهم خمسه، هلا اذا بنجمعهم اثنيناتهم بيكون عندهم ماكسيموم اربع نواب، يعني متراجعين كفريق سياسي مقعد نيابي واحد. تيار وطني حر ومحمد يحيى هديك المره كان عندهم لائحه، وكان الاومه والسوريين الجو السوري عنده لائحه ثانيه. اليوم في تحالف
بين تيار الوطني حر ومحمد يحيى والقومي، وبين اثنين العلويين يعني اللي هو سئيل واحد يحكيها طائفيا، ولكن الحالي ولكن هذا حال الواقع ببلدك، يعني ما فيك ما تحكي طائفي العلوية بعكار يعني. هني بليحة سو بالمبدأ هيدي الليحة بتضمن اثنين بتنافس على الثالث، يعني ليحة التيار كان عندها قبل مقعدين، اليوم تضمن اثنين بتنافس على الثالث بفضل التحالفات الجديدة. وبالتالي بتطلع النتيجة يا 4-3 يا 3-3 وما بنعرف السابع لوين بيروح بهذه الدائرة. يعني انت برأيك أكيد لوات يعني صعب كتير ما تجيب حاصل، وكمان مش مضمون الحاصل، يعني عندها معركة حاصل. هل مضمون الحاصل؟ لا عندها معركة حاصل مش هيني ابدا، يعني عندها معركة نحن عم نحكي هي بحاجة ل 12,000 صوت، يعني الحاصل بعكار كثير عالي، أعلى حاصل بلبنان، عم نحكي عن 19,000 صوت، يعني كثير عالي، فلواحد يجيب حاصل، اليوم القوات بهذه الدائرة عندها بحدود ال 6,000 صوت كقوات. هل قد ايه فيها تحصل على الحاصل؟ يعني في صعوبه كبيره لانه عندها خالد ظاهر وطلال المرعبي والمال السعودي والنفوذ والجو انه السعوديه معها، هذا كله بيعمل لها حاصل. المعركه مش بين التيار والقوات بهذه الدائره، المعركه بين تيار المستقبل بين سعد الحريري وسمير جعجع. هل سعد الحريري حيقبل انه القوات بعكار يطلع لها نايب بفضل الصوت السني؟ هي القوات ما عندها صوت، يعني هي ما بتقدر، هي بفضل تحالفاتها السنيه ممكن يطلع لها مقعد نيابي. طب اليوم القوات رشح شيوعي، هل رح يكون هيدي لها تاثير؟ محدودة، لكن محدودة كتير، يعني اليوم الناس تجاوزوا المآخذ التقليدية، يعني اليوم مع خالد ظاهر انه شو ممكن يأثر على الشارع المسيحي بكل لبنان أكثر من انه هي رمز لائحتها وحجر الزاوية للائحتها بعكار هو خالد ظاهر، يعني وانه خالد ظاهر مش استفزاز لمجموعة، خالد ظاهر يعني استفزاز لكثار يعني من الناس، فانه فهي متحالفة مع خالد ظاهر. الشيوعي بصير هيدا شربة مي، يعني ما بتعود خلفيته لمرشحها في له تأثير كبير. اللي القوات اللبنانيه عم تعمله عم بتفوت عبر اشخاص مستقلين غير حزبيين على ضياع كبيره وعلى عائلات. شو الهدف منه؟ على عائلات مهمه لانه بدها اياهم لاصواتهم، عم تستفيد من القانون ومن الظرف المالي لتفوت على بيئات مسكره كانت بوجهها. عكار وحده منهم. النتيجه بعكار أوكي. وليد البعريني واللي معه 3، القوات اللبنانيه ماكسيموم 1، تيار وطني حر تكتل لبنان القوي حيكون عنده 3 نواب، يعني طموحه 3، ضامن 2 عم ينافس على الثالث، سو هيك بيروحوا السبعه، يعني التيار بهذه الدائره متقدم، قبل كان عنده نائبين تكتل لبنان القوي. بدي اقول لك انه متقدم مش خسران كما يقال، يعني بدي اقول لك بكثير اقضي التيار متراجع بين 10 و15%، بعكار التيار بس 10 و15%؟ ايه بهلا بالرقم، هلا بالرقم الانتخابي ما في محل اكثر من 10 و15، في شيء اضافي ل 10 و15. كان معك حليف مثلا بالمتن، كان في حليف اسمه سركيس سركيس وحليف اسمه غسان مخيبر، هول عملوا 8,000 صوت، هول بطلوا موجودين، فاذا هول 8 رجعوا مش لانه التيار تراجع 8، التيار متراجع 10%، في 8,000 كانوا مع التيار اليوم بطلوا مع التيار. وفي بمطارح ثانيه في ناس كانوا مع القوات، مثلا بالمتن القوات كان عندها هي مرشحين عندهم 8,000 صوت و500، وكان عندها مستقلين عندهم 2,000 صوت. مثلا ميشيل مكتف كان في 1,000 صوت بالصندوق، طيب ميشيل مكتف لم يعد مع القوات اللبنانيه، انصار ميشيل مكتف اليوم عندهم لائحه بالمتن، سو القوات خسرت بالمتن 1,000 صوت، لائحه القوات حتخسر المتن 1,000 صوت، وبالتالي في شيء انتخابي بالمجمل التيار خسران بين 10 و15 لليوم. انا اذا هلا بس يطلع يحكي الرئيس يشد العصب شو ممكن يصير هلا لوقت الانتخابات، قد ايه 25 يوم تقريبا 100%، يمكن هال 10 و15 ما يعودوا موجودين. طيب في تحالفات لم تعد موجوده، المهم التيار كان عنده نائبين بعكار، اليوم التيار يضمن نائبين وينافس على الثالث. طيب خليني اذا بدي انتقل على دائره شمال الثالثه، بس بدي اشير بهذه الدائره في معركه اساسيه بالنسبه للتيار هي اسقاط هادي حباش، يعني في رمزيه هائله لهادي حباش بعكار بمواجهه التيار الوطني الحر، بمواجهه التيار، بمواجهه القاضي غدعان، بكل يلي عامله التراكمات اللي عملها هادي حباش، اليوم في رمزيه مهمه بعكار كثير عند العونيين اسمها اسقاط هادي حباش. نحن بنحكي عن القبيات بشكل خاص، هي معقل عوني قديم كثير حقه يقدر يوصل نايبه، يعني اليوم عنده طموح انه يقدر يوصل نايب عوني من عكار. اوكي، طيب اليوم اذا بدي انتقل انا وياك على دائره شمال الثالثه اللي هي تعتبر ام المعارك، ولكن هل يمكن ام المعارك كانتخابات رئاسيه بعدك بتشوفها هيك، وخاصه بعد اجتماع السيد حسن نصر الله بسليمان فرنجيه وجبران باسيل، هل بعدها هي ام المعارك على رئاسه الجمهوريه؟
انا بقول هي ما لها علاقه برئاسه الجمهوريه لا من قريب ولا من بعيد، يعني ما ممكن مثلا هي كان يطلق عليها هيك ام المعارك في رئاسه الجمهوريه، بس هل خفت هيدي الحديه نوعا ما؟ لكن اول شيء يعني هن دائما بيحكوا انه هيدي فيها ثلاث مرشحين للرئاسه، هي فعليا فيها مرشحين للرئاسه، يعني براس الناس ما لازم يكون في شيء اسمه سمير جعجع مرشح لا من قريب ولا من بعيد، يعني هي مش ظابطه، واحد سعد الحريري ما بيحكي معه والثنائي الشيعي ما بيحكي معه، كيف في يكون بينه وبين حاله بده يعمل رئيس جمهوريه؟ يعني هذا الشيء مش ظابط لا من قريب ولا من بعيد. طموحه صح، ولكن انه عمليا نعتبره مرشح، انا كغسان ما فيني يكون معتبره مرشح، فيها مرشحين للرئاسه هن سليمان فرنجيه وجبران باسيل. اذا جبران باسيل سقط بالبترون صار معجزه هائله وسقط جبران باسيل في البترون، حكما حظوظه الرئاسيه حتكون مخالفه طبعا. طيب واذا جبران باسيل جاب بهذه الدائره اربع نواب وجاب على مستوى لبنان خمس نواب ايضا حظوظه الرئاسيه غير موجوده، واذا جاب بهذه الدائره نائب واحد وجاب على مستوى لبنان 20 نائب حظوظه الرئاسيه موجوده 100%، وبالتالي هذه الدائره لا تحدد من هو رئيس الجمهوريه الجاي ابدا. هلا بين سليمان فرنجي وبين جبران باسيل من ست شهور في ربط نزاع، يعني في بالحد الادنى قبل الافطار تبع السيد في ربط نزاع من ست شهور، شفنا المرضى مخففين والتيار مخفف اثنيناتهم، واثنيناتهم شافوا انه كل اللي عم يعملوه ببعضهم وبشكل رئيسي اللي عم يعملوه المرضى بجبران باسيل ما فاد سليمان فرنجيب ولا 1%، يعني كل هذا الاضعاف والانهاك واللي جربوا يعملوه كانوا مستمتعين فيه كثير المرضى، شافوا اخر النهار انه هذا بفيد خصومهم ما بيفيدون لإلهم، وعيوا بنهار عم بفيد القوات اكثر، وعيوا بنهار المرضى عرفوا انه سقوط جبران باسيل وسقوط التيار الوطني الحر يعني استفراد القوات اللبنانيه فيهم، ويعني هن بزاويه الزاويه، فركضوا كمان هن قبل الافطار بكثير حتى يقولوا لا نحن كيف بدنا نضبضبها، لانه نحن اذا سقط جبران فتنا كلنا بالحيط. قصدك هيدا سبب اجتماع السيد لا بعتقد اجتماع اجتماع وسببه انه حزب الله حريص على لقاء شكلي ياكد انه عم نجرب نفتح صفحه جديده، يعني في محاوله عند حزب الله انه يفتح صفحه جديده، كان بده صوره اللقاء لحتى يقول انا فيني اقرب خطوه اكثر بهذا الموضوع. اللقاء له تأثير انتخابي محدود جدا، ربط نزاع يكرس ربط النزاع، ولكن ما بينتقل لا لتفاهم تحت الطاولة على تبادل أصوات أو على توزيع أصوات ولا على تفاهم سياسي ولا على شيء خاصه برئاسة الجمهورية، يعني كل يلي نحكى عنه بالأسبوعين الماضيين مش كتير دقيق. حكي جرايد يعني؟ في كتير حكي جرايد بيكون صح، هيدا النوع من الحكي كان حكي مش دقيق، حكي جرايد مش ضروري، ما قصدي انه الحكي جرايد ما بيكون صح، بس ساعات الحكي جرايد ما بيكون صح، يعني كل واحد بيغرد على على الشيء اللي هو بده اياه، انت بتعرف مؤخرا الصحافه كيف عم بتصير، يعني مش في قصص منا موضوعيه ابدا. طب اليوم المجتمع المدني سوري بالشمال شو وضعه؟ هل راح يكون له كلمه؟ نحن اليوم عم نشوف قوه ماليه عند ميشيل معوض ومجد حرب لا يوجد لها اي مثيل ولا اي مطرح بالعالم، في اي حدا اليوم قاعد ببيته يقلب على التلفزيونات لازم يكونوا بيعرفوا انه كل هذا الهوى هو هوى محجوز، لا يمر يوم على اي تلفزيون دون اطلاله لا يا ميشيل معوض يا مجد حرب، عم نحكي عن انفاق اعلامي هائل، انفاق على الطرقات هائل يوازيه هذا كله 1% من الانفاق الذي لا يصدق يلي عم ينفقوه بهذه الدائره، في انفاق عند ميشيل معوض بشكل رئيسي بالحد الادنى نحن ما شايفين منه حتى بعام 2009، يعني ما كنت المرده بتقول انه هن ما شايفين منه ب 2009، 2009 اللي كان فيها اكثر مبالغ ماليه صرفت بتاريخ لبنان اكثر محل، يعني هلا لانه ما عم نشوف كثير انفاق الا بدايه بيروت الاولى اللي حاحكي عنها بعد شوي، يعني فعم نشوف كميات ماليه هائله. انا برايي بكل قضاء اللي بيتأثروا بالمال ما بيتجاوزوا ال 15%، كل هذا الصراع هو على 15%، وهذا الصراع في قوتين ماليتين اليوم هائلتين هن ميشيل معوض بشكل يعني المجتمع المدني اللي متحالف مع البيوتات السياسيه، يعني اللي معه انطون الصحناوي بمطرح، ميشيل معوض بمطرح، بيت جميل بمطرح، هول معه كثير مصاري والقوات اللبنانيه معه كثير مصاري، هول الاثنين عم يتنافسوا على هال 15%، يعني تنافس هائل جدا، انا برايي بيتقسمون، يعني 7.5 بيروحوا لهم 7.5 بيروحوا لهم. طيب نحن منطلقين من 15% صفر، يعني في 7.5 مبلشين فيها الشباب، هذا الشيء هن ايش عاملينه؟ الله ستر انه هن رايحين على ليحتين وعلى ثلاثه، يعني نحن لو بدائره الشمال الثالثه ميشيل معوض والقوات اللبنانيه وشمالنا اللي هن عندهم نفس الخطاب السياسي ونفس السبونسريه فعليا نفس النهج نعم أوكي. لو هول تكتلوا كنا شفنا جرافات انتخابيه،
كنا شفنا مشهد انتخابي مختلف بالكامل عن اللي عم نشوفه اليوم. نحن فعليا عن جد يعني بالسياسة في شيء معجزي صار، انه هن متقاتلين ببعضهم ومتلهيين ببعضهم، يعني فهن عم يلحقوا بعضهم بدل ما يلتهوا بالتيار وبالمرض. معجزة مفيدة. ايه طبعا، ايه طبعا. صح؟ يعني كثير منيح انه في جشع وفي هالقد استقتال عندهم، مين بده يجيب المصريات ومين 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 بده يربح. طب اليوم انا قبل ما احكي عن كسروان وجبال، اليوم قد ايه بتفرق انتخابات 2022 عن انتخابات 2018؟ ما رح لك 2009 اللي كانت هي مثل ما بقولوا باحلى فترة انتخابات نيابية، 2018 بتختلف اليوم عن 2022؟ مختلفة، مختلفة كثير. ب 2018 اقصى يمين واقصى شمال انا عم بحكي كأنه لكن ب 2018 نحن كان في مشروع بعده موجود، يعني كان الأمريكي عم بيقاتل والسعودي عم بيقاتل وكان عنده ناس عم يعمل لهم معركتهم، راح على الانتخابات خسروا المعركة. منذ تلك اللحظة نحن بطل عنا، نحن في فريق خسر. هدول اليوم اللي عم يعملوه الشباب عم يعملوا يعني قتال نهائي، قتال أخير بالنسبة لهم، يعني هن معتبرين إذا هلأ ما ربحوا الأكثرية ما حيعود في حدا يطلع فيهم. انتبهي، كل اللي عم يعملوه والسعودي لهلأ مش مطلع فيهم، يعني بعده معتبر انه هيدي معركه خسراني، انا ما حفوت فيكم خلص. وبالتالي هن عم يعملوا كل هذا حتى يقولوا لا نحن بعدنا هون. فاذا هن راحوا على هذه الانتخابات وخسروا بطل في بلان بي، يعني بطل في شيء ثاني. انت شو بتشوف معقول يعملوا؟ انا شايف نسبه الخساره، انا شايف هن تحليلك طبعا، انا شايف هن رايحين. نحن اليوم بالورقه والقلم بماكينه موثوقه مثل ماكينه الحزب، بتاكد ماكينه الحزب انه هن تجاوزوا ال 65%، ال 65 نائب، يعني اليوم 65 نائب بالسياسه عم بحكي، هول اكثريه هجينه، هول اكثريه بتتخانق على الكهرباء، والاكثريه بتتخانق على الاصلاح. نحن ما عم نوعد الناس بشيء، عم اقول بالمعركه يلي الامريكي عاملها واللي القوات اللبنانيه عاملينها، معركه عزل حزب الله، معركه السلاح، هي المعركه خسراني، ما حيكون عنده ال 65 نائب، ال 65 حيكونوا مؤيدين لحزب الله بالسياسي، بالسياسي بكل اقتصاد، بكل متخانقين على كل شيء، بالسياسي الشيء اللي بيعني الامريكي واللي بيعني القوات هن خسرانين المعركه. يعني فارس سعيد ما في يطلع يقول ب 16 ايار نحن ربحنا، 16 ايار فارس سعيد حيطلع يقول نحن خسرنا الاكثريه. هون بدي شير حتى يعني حتى المشاهد يتخيل، ب 2005 وب 2009 كان حزب الله وحلفائه، حزب الله وتيار وطني حر والرئيس بري عندهم طموح وحلم ياخذوا ثلث معطل، كانوا عم بيقاتلوا مشان ياخذوا ثلث معطل. اليوم فؤاد السنيوره بيقول اذا توفقنا بالانتخابات النيابيه، مش غسان، فؤاد السنيوره بيقول اذا توفقنا بالانتخابات النيابيه في يطلع لنا ثلث معطل بمجلس الوزراء. هالقد التوازنات السياسيه مختلفة، مقلوبه، يعني هالقد قلبت. وايمتى قلبت؟ قلبت بذروه الدعم الامريكي، اقصى يمين واقصى شمال، يعني هي قلبت بذروه الدعم الامريكي، بذروه كله هيدا، هن خسروا المعركه. وبالتالي لا، نحن رايحين لانتخابات هذا الفريق يستبسل، حيعمل كل شيء حتى يحافظ على النتيجة، حتى يعني يحافظ على حد أدنى من النتيجة. أنت كنت عم تقولي بالمقدمة أنه تأكد إجراء الانتخابات النيابية، أنا بدي أقول نحن أمامنا أسبوعين، لأنه أنا شفتك عم تطلع فيه كأنه يعني عم بتشكك بهذا الموضوع، لم يتأكد؟ أنا برأيي نحن أمامنا أسبوعين صعبين كتير، لما يتأكد وليد جنبلاط وسمير جعجع وفؤاد السنيوره انه هن خسرانين الاكثريه النيابيه، هن لليوم مش مأكدين، لليوم بعد معولين على المال السعودي يقلب ببعض الدوائر، اذا تاكدوا انه هن خسرانين الانتخابات النيابيه نحن امامنا اسبوعين صعبين. طب هذا السؤال الذي يطرح على طول وما بناخذ الجواب الشافي على طول، شو غير الحدث الامني اللي ممكن يعطل الانتخابات النيابيه؟ الناس كلها اليوم بتتخوف من الحدث الامني قبل 14 يوم او 15 يوم. انا بدي اقول انه حدث امني كبير، يعني اغتيال، يعني تفجير، لا يعطل الانتخابات النيابيه. طيب. اللي بيعطل الانتخابات النيابيه، طيب بس اذا اغتيال وتفجير لاي حزب فيهم؟ لا، شيء كثير هين، يعني ولا مره اللي بده انه ولا مره اللي بده يعمل تفجير بيفجر حاله فعليا حتى يقول هن اللي فجروني، يعني ولا مره، يعني بالسياسي ما في حدا غبي ليقول انا بدي روح يعني فجر خصمي، انه فجر خصمي ما يعني ليروح بس فاذا في تفجير، بس هذا التفجير غير وارد، هو تفجير يعني لاحد شخصيات 14 اذار حتى يقولوا انه 8 اذار فجرونا، يعني مثل ما عملوا بعمل تراكمي هائل لاقناع الناس انه فلان هو اللي عم يقتل. طيب اللي بيطير الانتخابات مش تفجير امني، تفجير امني لا يطير الانتخابات. شو اللي بيطير؟ بيطير الانتخابات هو مشاكل امنيه مكثفه ببعض المناطق، يعني انا بدي اقول لك، يعني مثلا نحن بكره نفيق بانه تخانقوا على يافطه او على خيمه بطريق جديده ودار الاقواس بطريق جديده، هذا الشيء بيطير الانتخابات النيابيه، يعني هذا الشيء بياخذنا الف طريق جديد. بس غسان اليوم هذا الشيء ما بينضبط؟
فيها تقول القوى الأمنية بالوضع المالي اللي نحن عايشينه وبارتباطات القوى الأمنية فيها تقول اليوم نحن ما قادرين نروح نضبضبها. وفي اللي عم يعملها بأحداث الطيوني ما انضبطت؟ بأحداث الطيوني كان في قرار سياسي كان في قرار سياسي جدي عند حزب الله وهو كان لاعب رئيسي بهيدي الساحة. ليه إذا حدا تخانق على يافطة وعم نشهد هيدي القصص بعد شوي يعني بخزقوا يافطة بيشيلوا يافطة عم نشهدهم هول القصص لأنه في طلع تيار المستقبل بيان يقول أنا ماني مسؤول عن يلي عم بيصير بطرابلس تنفترض وفي طلع رئيس مئات يقول بيان يقول أنا ماني مسؤول عن يلي عم بيصير بطرابلس. نحن في مناطق صار فيها كثير أحداث أمنية يعني طرابلس قتلت بعضها أكثر من 9 أشهر بشكل متواصل وما حدا كان قادر يقول إنه هو المسؤول وبالتالي في شيء يصير والقوى السياسية ما كان في قرار سياسي ليضبط الوضع وبالتالي فيها بكرة تصير وما يكون في قرار سياسي بضبط الوضع وتكون هي أصلاً صايرة بقرار سياسي يعني الاحتمال. اما انا برايي بده يضل انا عم بمشي بالاحتمالات لانه الناس كلها متخوفه بدها تعرف شو بده يصير بده يضل بخلفيه راسنا انه نحن عندنا من هلا لوقت الانتخابات في فريق خسر في فريق خسران ما حيسلم بخسارته. مشكلته الرئيسيه دانيا يعني هو 25 يوم مشكلته الرئيسيه انه هو اذا ما عمل الانتخابات بكره اذا تاجلت الانتخابات 3 أشهر وهذا اللي الفرنسي عم بيقول لهم اياه، إذا تأجلت الانتخابات 3 أشهر هو حيخسر أكثر بكثير، تخيلي انتخابات بعد زيارة البابا، طيب عملوا العمايل حتى الكهرباء من مصر، حتى أمريكا ما تعطينا هالورقة اللي بتسمح لنا باستجار الكهرباء، عملوا العمايل إنه خيي أجلوا إياها لبعد الانتخابات، طيب هذه الورقة رح تجي، يعني آخر النهار نحن حنجيب الكهرباء من مصر، طيب وبالتالي إذا صارت الانتخابات مع كهرباء ساعتين غير انتخابات مع كهرباء دقيقتين، إذا صارت الكهرباء بعد زيارة البابا واستقبال حزب الله للبابا شيء وحزب وانتخابات اليوم وقت عم بيخبروك إنه حزب الله معزول وبدهم يعملوا يسووا فيه شيء ثاني، في كثير مقاربات، كل المستقبل هو لمصلحة التيار الوطني الحر وحلفائه، وهيدا اللي هن فاهمينه، يعني كل تطور يعني اليوم إجوا قصدك أنت كل التطورات اللي رح تصير ما بعد الانتخابات النيابية كله جاي طبعا هي جاية لمصلحة التيار الوطني الحر وحزب الله طبعا يعني أنا هن اليوم عملوا العمايل لعدم ترسيم الحدود، إجا المبعوث الأمريكي جاي مخلص شغل متفقين نحن وياه، راح وما رجع نيح بعث لك مسودي عارف إنه هيدي بتطير الموضوع، طيب ليش؟ لأنه قالوا له إذا عملنا ترسيم ورجعنا نقبنا قبل الانتخابات اعتبر إنه هو الفريق رجعوا سحقوا يعني كل الكذب اللي نحن قلناه للناس رجعوا الناس طلعوا الغاز عطلناهم 4 سنين من 2018 لليوم خلينا معطلينهم لبعد الانتخابات النيابيه بس الاسرائيلي بده الغازات يعني الاسرائيلي قدر يتحملهم لوقت الانتخابات بس اذا رحنا 2 3 4 الاسرائيلي ما في ضل ناطرهم الاسرائيلي بده يرسم بده يطلع غازاته بده ينا نطلع غازاتنا ما يعني وبالتالي كل تطورات المنطقه رايحه لمطرح لمصلحتنا كثير هذا اللي هن مجننون مشان هيك هن بدهم انتخابات يعني الفرنسي عم بيقول لهم انتخابات اليوم احسن لكم من انتخابات بكره انتخابات بكره. طيب هاحكي انا وياك عن كسروان جبال هيدي الدايره بس بعد البريك مشاهدينا بريك وبرجع لكم. رح نرجع انا وياك هلا خلصت البريك بس اجاني شيء على البريك انه ميشيل معوض بده يطوق جبران باسيل يطوق سليمان فرنجية ويسقط جبران باسيل بس المقاربة بتضحك كتير يعني هلا هو بمقابلة فعم بيقولوا لهيدا الشيء بتعرفي هو بنفس الوقت بمقابلة بتعرفي انه ميشيل معوض لحتى يروح يجيب ورقة من المختار تيترشح بده يروح عند مختار بخص فرنجية يعني انت قبل ما تطوق فرنجية طلع مختار بصغرته فانه واصلي معه المواصيل بده يطوق ويسقط طب ساعات انا هيك بيستفزني سؤال معين انه بعض السياسيين اللي بيطلعوا بيحكوا بالسياسة طب ما بيكون عندهم طب اوكي هن يمكن سياسة على قدهم ما بيكون عندهم مستشارين سياسيين وعون يقولوا لهم مثلا هيدا الشيء بس هيدا اللي بساله على طول لنفسي انا ليك اكثر مفارقة هلا من بعد 17 تشرين في هيدا الجيل السياسي الجديد اللي مفروض معه كثير مصاري وفي سفرات مهمه دعمته ولقطته وعم بتدربه وعم تحكي كيف عم يعملوا كل هذا الشيء اللي عم يعملوه يعني كيف اليوم عم بيخوضوا انتخابات صيدني انا وجاي لعندك بعت لي حبيب فريم رئيس الرابطه السريانيه انه هن اليوم مضوا اتفاقيه لبناء معمل للخياطه بسن الفيل وجديده بشغل 30 مره لو هال1000 مرشح مستعيدين عن حملاتهم وعن حكياتهم وعن صورهم ببناء معمل خياطة كل واحد كان احنا طلعنا من الانتخابات بألف معمل خياطة
فعليا كنا عملنا اول شيء وفرنا 20,000 وظيفه. اوكي. وكنا عملنا اقتصاد انتاجي بي بي يعني يعني بهيدا الشيء الصغير. بدهم حكي واشياء بلا طعمه، والكارثه انه كنا مفترضين من بعد 17 تشرين حنروح على انتخابات عم نتنافس على البرامج، يعني يطلع هلا ميشيل معوض يقول برنامج سليمان فرنجيه 1 2 3 وبرنامج جبران باسيل 1 2 3 وانا برنامجي 1 2 3، في احلى منا ناخذ الناس لانتخابات هيك؟ نخي انا برنامجي لقيت 1 2 3 شو عنوان الانتخابات؟ بكلمة واحدة شو بتعنونها من خلال مشاهداتك للمرشحين على الشاشات اللي بيطلعوا بيحكوا، شو بتعنون هيدا الشيء؟ مع الأسف كلهم كتير. كلهم أنا ما أنا, أنا اليوم ما بدي أقصد حدا كلهم أنا شايف في هبلنة سياسية كتير بشعة وفوق أزيد كيدية سياسية طبعا عندي. بس إنه حتى جماعة المجتمع المدني عم بحكي كل الأحزاب بليز مش عم بقصد لا بس حزب معين لأنه يأخذ علينا إنه مأخذ إنه أنتم أو تي في يعني بس بتدافعوا على الأشخاص اللي أنتم بتنتموا لها، لا عم نحكي بكتير موضوعية كلهم نفس الشعارات ما في حدا طلع لي ببرنامج انتخابي أو شيء بفيد هيدا الناس وشي صغير يعني كمان هذا قصة البرنامج الشعارات الكبيرة أنا برأيي الناس أكيد ما بدهم إياها أبدا، كل هذا الشيء المكتوب على الطريق لا يعني الناس، يعني الناس أشياء صغيرة، تعا قل لي أنا بدي أخلي ابني بواحد 2 3 إنه زهقت الناس اليوم كل واحد طارق لي شعار ما بعرف شو الوحدة وما بعرف شو ضد سلاح حزب الله كأنه خلص الانتخابات تمحورت فوق بس هيك بين عنوانين حاطينها هيك إنه سحب سلاح حزب الله. إيه يعني هلا اللبناني فعليا ما عنده هم مالة، ما عنده هم معيشة، ما عنده هم وظيفة، ما عنده شيء، كله هيدا تخيلي كل مشاكلنا عم يجوا يقولوا لنا كل هالمشاكل نحن ما شايفينا، هذا خطاب معلي، هذا خطاب ودائع الناس بشكل رئيسي بس بالبنوكي ودائع الناس هذا كمان لنفوت هذا خطاب نظر بشكل رئيسي قوات لبنانيه ومجتمع مدني بشكل رئيسي وفارس سعيد يعني وما يمثل فارس سعيد، هو عم يجي يقولوا لي كل مشاكلكم المعيشيه اخر همنا ما سألنين عنا، لا ما بدنا نحصر هول بس انتبه بس خلينا نكون موضوعيين كمان من الفريق الثاني لحظة عن حزب الله وتيار وطني حر وحركة أمل ما عم يطلعوا يقولوا للناس نحن بنعمل انتخابات تنخلي السلاح معنا، لا ما عليه عندهم حد أدنى من الحياة عم يجوا يقولوا عم يوعدوا الناس بأشياء ما ممكن عملها ايه 100% عم بخبرونا اشياء اجتماعيه بحطوا شعارات خياليه يعني ولكن لا ولكن في فريق اليوم بالحد الادنى من 30 سنه هلا تذكرتوا بدكم تعملوا لنا هيدي القصص بس في فريق بالحد الادنى عم يجي يقول انا عندي شيء اقتصادي واجتماعي في فريق تاني بلا حياة عم يجي يقول انا كل هذا الاقتصادي والاجتماعي ما شايفه بعد بدي فوق اللي انتم عندكم اقتصادي واجتماعي بدي اخذكم على مشكل داخلي مع حزب الله. طيب خلينا ننتقل انا وياك على جبال وكسروان قبل ما ياخذنا الوقت، يعني هل صحيح انه هي المعركه هناك بس على مقعد واحد اللي هو الماروني يعني؟ ايه انا برايي صارت محسومه، هلا بدنا نشوف اذا فريد بيجيب حاصل او لا، يعني في سؤالين، اول شيء خلينا نحدد الماروني الخامس اكيد اول شيء نحن عم نحكي عن 7 مقاعد مسيحيه ومقعد شيعي، تيار وطني حر وحزب الله بيضمنوا 100% 2 مواروني وواحد شيعه وبينافسوا بقوه كثير على الثالث. طيب يعني هول صرنا 3 مقاعد نيابيه شلناهم فيك تحدد لنا اياهم مناطقيا ايه يعني واحد كسروان واحد جبال وشيعي جبال اوكي واحد بواحد بواحد أوكي. والتيار عم بينافس على واحد ثاني بكسروان اوكي سو هلا هو ضامن واحد بجبال واحد بكسروان والشيعي تبع حزب الله بجبال اوكي وعم بينافس على واحد ماروني ثالث يعني مقعد رابع حيكون لهذه اللائحه أوكي. بكسروان أوكي. اوكي القوات اللبنانيه بتضمن زياد حواط واحد بجبال وبتضمن واحد بكسروان ولا تنافس على مقعد ثالث، يعني صرنا عم نحكي 3 مضمونين للتيار يعني جبال منتهي المعركه ايه جبال طبعا خالص المعركه، طب 3 للتيار 2 للقوات اللبنانيه صرنا 5 نعمه فريم بيضمن مقعد نيابي وبينافس على واحد هيدا السادس صار ايضا مضمون، فريد ما بنعرف اذا بيجيب حاصل عنده تحدي كثير كبير انه يجيب حاصل انتخابي منا هيني نعم فريد الخازن ومنصور البون وفارس سعيد انا برايي اصعب من فريد يعني حظوظ فريد بالفوز اكثر من حظوظ منصور وفريد هون بدي اروح لتفصيل زياد حواد بهديك الانتخابات طلع هو البطل جاب 14 ما فوق ال 14,000 صوت اليوم كل المكانات عم تاكل من عند زياد حواد طب برايك يعني انت معقوله حزب الله يدعم فريد الخازن شوي ما قادر بي 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 بلعبة الحواصل ما قادر وحزب الله عمل دوفواره يعني عمل مسؤوليته المعنوية كاملة مع فريد فريد قال له أنا بفضل روح أعمل شغلة لحالي فحزب الله وحركة أمل يعني الثنائي الشيعي ما قادر يعني يهدد المرشح الشيعي على لائحة التيار بأنه يعطي 50 صوت
للائحة فريد، وبالتالي لائحة فريد عم تعمل شغلة. لائحة فريد بدي أقول بقصة زياد حواط، اليوم زياد أخذ 14,000 صوت. المرشح على لائحة فريد الخازن إميل نوفل بياخد من زياد حواط بجبال أكثر من 2500 صوت. إميل نوفل بهديك الانتخابات كان راس حربي مع زياد. اليوم إميل نوفل قوة مالية هائلة، قوة خدماتية هائلة، مدعومة من فريد الخازن، عم يشتغل للائحة فريد، نازل مع فريد، بياخد كل أصواته من عند زياد حواط. نوفل يلي مع نعمة فريم أيضا بياخد كل أصواته من عند زياد حواط. فزياد نازل رقمه من 14,000 ل مينيموم، يعني أقل، يعني أكثر شيء اليوم قادر زياد يجيبه هو ال 11,000، وبالتالي عنده مشكلة كثير كبيرة. ولهلا زياد حواط بدون مصريات. بدي أقول بهذه الدائرة إذا منشيل ندى بستاني، وإذا منشيل فريد الخازن، وإذا منشيل نعمة فريم، وإذا منشيل فريد الخازن على جنب، وإذا منشيل تبع القوات، يعني إذا منشيل الخمس رؤساء اللوائح إذا بديك، لائحة التيار بمرشحينا شوقي الدكش، وإذا منشيل شوقي على جنب، لائحة التيار بمرشحينا يعني ست مرشحين غير الحزبيين، طلعت أحلى بكتير بكادريتها بخلفيتهم العلمية من لائحة نعمة والقوات، وقدر التيار يشكل لائحة مع نخب كسروانية أحلى، يعني تقدم نقطة بالشكل نقطة على اللوائح الثانية. طيب إذا اليوم بدي أقول روح على المتن الشمالي، بتعتقد اليوم أنه التيار الوطني الحر ارتاح شوي، رح يقدر مثلا فعليا يحصل على الحاصل الثالث من بعد ما تحالف الطشناك والمر والقومي؟ لا أبدا، يعني لا يعني يعني اليوم التيار عنده معركة كتير كبيرة بالمتن الشمالي. خليني أقول بالمتن الشمالي لائحة الطشناك وميشيل مر لازم تقدر تجيب حاصلين. هلا في كثير عم بيقولوا حاصل او مدري شو، انا برايي بتاخذ نائبين. طيب لائحه الكتائب بتاخذ نائبين، لائحه القوات بتاخذ نائب، لائحه التيار بتاخذ نائبين، بفضل في نائب واحد ماروني عم يتنافسوا عليه كل هذه اللوائح. طيب هيدا المقعد التنافس الحقيقي هو بين التيار والقوات اللبنانيه. يا القوات بتجيب 1، انتبه اكسور 1.3 وبتاخذ مقعدين، ولائحة التيار بتكون جايبة 2.2 وبتاخذ مقعدين. القانون كتير ظالم، يعني فيها لائحة يعني تجيب، يعني بالمتن في معركة، ما في معركة بين التيار والقوات إلا في المتن الشمالي. في معركة مش بس على المقعد الكاثوليكي، هن كتير عم يجربوا يحصروها بالمقعد الكاثوليكي. هي معركة على المقعد الثالث. المقعد الثالث يا بده يروح للتيار يا بده يروح للقوات اللبنانية. القوات اللبنانية فيها تاخذ مقعد ثاني، في يعني طلع نائبين، يعني المارون الرابع، المقعد الماروني الرابع. نعم، يعني هي يعني هي اساس المعركه تنحصر على مقعد نيابي واحد بالمتن الشمالي، والمعركه هي بين القوات اللبنانيه وتيار وطني حر. يا تيار بده ياخذ 3، يا قوات بدهم ياخذوا 2. طب اذا بدي اروح اليوم انا وياك على بيروت الاولى، اللي هي يمكن اكثر دائره عم بيكون فيها ميل انتخابي، واذا بدي اقولها رشاوى انتخابيه اليوم، معقول يكون في اي مفاجات هناك؟ كلنا بانتظار مكنه الطشناك. لازم نعرف انه تيار وطني حر والطشناك بانتخابات 2000 ومسعود الاشقر بانتخابات 2018 قدروا ياخذوا 4 مقاعد نيابيه. واحد كاثوليكي، واحد اقليات، وارمن 2. قدروا ياخذوا 4، كل الفريق الثاني قدر ياخذ 4 نواب، فطلعت النتيجه 4-4، وكانت نتيجه مذهله، كانت نتيجه غير متوقعه. اليوم كل تركيز الجمعيات، كل الضغط السياسي، كل 17 تشرين، كل تفجير المرفأ، كل رشاوى ما بعد تفجير المرفأ، كله هيدا انحصر بهذه الدائره، دائره بيروت الاولى. اليوم دائره بيروت الاولى فيها 3 قوى ماليه هائله، في انطون الصحناوي عم يدفع مصاري بشكل هائل، في لائحه القوات اللبنانيه غير مصريات القوات اللبنانيه، في ابن كريم بكردوني هو اليوم ايضا فاتح مكنه جوات المكنه مع قدرات ماليه خياليه، عم يدفع كثير مصاري، كثير مصاري. ثلاثه في بولا يعقوبيان يلي هي تفاخر، يعني بولا مش نحن بنقول بتدفع، بولا بتجيب الكاميرات بتصور كيف هي عم توزع مساعدات، لازم الناس يعرفوا انه كرتون المساعدات، كرتونه الدواء، كل هذه الكرتونه هيدي رشاوى انتخابيه مثل المال السياسي، يعني في واحد يعطيك 100 دولار بس هي قبل الانتخابات وقفت توزع. خلينا نحكي يعني هي بالحد الادنى نحن بعدنا شايفين مكتبها مفتوح، بالعكس هي بعدها عم بتنزل صور مساعدات اجتماعيه واستقبال للناس وكل هيدا. وبالتالي في 3 مكانات ماليه هائله عم تنشط بهذه الدائره. بالمقابل هول الثلاثه هذيك المره كانوا في تنافر بيناتهم بس ما كانوا محديين، اليوم هن ضد بعضهم مستنفرين بشكل هائل. يعني اليوم المعركه ليست بين التيار والقوات اللبنانيه، التيار عنده جمهوره، تحدي عند التيار انه ناخبينه يقتنعوا يروحوا ينتخبوا، هونيك الصراع. يعني طب اللي اليوم هو خليني انقل في معركه بين القوات ونديم جميل، اذا المعركه مش مع القوات والتيار. طبعا في معركه طاحنه، يعني اليوم الـ القوات اللبنانيه عندها فرصه بهذه الدائره تربح المقعد
الارثوذكسي يلي له اهميه كثير كبيره وعندها فرصه تربح مقعد ماروني. يعني اليوم عنده وخلص نديم يعني جربوا معه القوات كل الطرق ونديم يعني ما مشي مقعد نديم مش مي اليوم مش مضمون بدايره بيروت. مقعد نديم مش مي المهدد مهدد بجديه هائله اكيد بجوز شهوان يعني يعني بس كمان هون قديش القوات اللبنانيه بدها تروح من مين مهدد مقعد نديم جميل من قوات جورج شهوان؟ قديش بدها تقدر القوات اللبنانيه تعطي جورج شهوان 2000 صوت حتى يسبق نديم؟ هيدا قرار عند سمير جعجع. قد ايه رح سمير جعجع يعطي جورج شهوان هيدا الصوت؟ لهلا سمير جعجع معني يعني تيحافظ عليه يحتو بده يقول لهم انه هو ما حيعطي حدا، بس انا بقول لو جورج لو سمير جعجع مش غامز جورج شهوان ما كان راح معه جورج شهوان، لأن أنا بعرف إنه جورج شهوان كان رايح مع التيار. يعني جورج شهوان كانت علاقته بالتيار كثير منيحة، لما التيار قال له نحن ما قادرين نعطيك 1000 صوت أو 2000 صوت. اتجه لعند سمير جعجع. راح لعند سمير جعجع، لو سمير جعجع مضمونة أكثر يمكن. إذا سمير جعجع ما قايل له بدي أعطيك 1000 أو 2000، هو جورج بينفي، يعني جورج بيقول لا سمير جعجع ما وعدني بشيء، أنا بقول إذا ما وعده بشيء ما كان راح معه. وبالتالي في معركة بين القوات اللبنانية، مش كلهم بيحكوا عن التيار كيف كانوا يتقاتلوا نوابه زياد أسود وأمل أبو زيد. طيب ابن كريم بكردوني عامل العمايل بغسان حصباني. طيب عم بيعملوا مقرب من سوريا يقال فاتكين. طيب كيف بس فاتكين ببعضهم؟ هيدي هي مبادئ سمير جعجع، ما هو بيكون مثلا سركيس عاطل بس يكون مع التيار، بس ما يروح مع التيار من الحمر يجي ما بيتكحش من عند سركيس منيح، ما بيعود رجال اعمال ومدري شو كل هالاخبار اللي بخبرونا اياهم عنه، ما بيعود كريم بكردوني هو اللي حبسه لسمير جعجع وهو اللي شلح حزب الكتايب وكل هالاخبار، بينسى أوكي. بس يكون في 100 صوت. المهم في معركه طاحنه بين القوات وانطون الصحناوي، في معركه طاحنه بين القوات وبولا يعقوب، في معركة طاحنة بين بولا يعقوبيان وبيروت مدينتي. هيدا كله عند هذا الفريق. الفريق الثاني التيار معني بأنه ناخبينه يروحوا ينتخبوا، والأهم من هيدا الطشناق معني بأنه هو يقدر يجيب حاصلين انتخابيين. نحن اليوم النتيجة مثل ما هي هلأ مقعدين فقط. قديه حظوظه لشرب النحاس اليوم عادي بهذه الدائرة؟ ولا ما في حظوظ بالمقعد؟ ماينس 10 يعني لا ما في، وحتى بيروت مدينتي ما عندهم اي يعني حظوظ جديه. هن هلا عم بينكوزوا ببولا يعقوبيان بس هن ما قادرين يجيبوا رقم انتخابي حقيقي. بولا بتجيب 2 برايك انت؟ بولا اذا بالوضع المالي الحالي هي بتضمن مقعد نيابي، بتنافس بجديه على المقعد الثاني، هي قصه تكسور. لازم نعرف كمان هون تفصيل انه هذه الدائره الحاصل هو 5000 صوت، حاصل كثير واطي، فكل هول الاحزاب اللي عم بيهدوا ويقدوا تحدي عندهم 5000، يعني هالقد هيني الخبريه. في ناخب رئيسي كثير بهذه الدائره هو الناخب السني. ب 2018 ناخب السني بإعاز صوت لانطون الصحناوي ولبولا يعقوبيان. طب هالمره ناخب السني لمين حيصوت؟ ناخب السني هالمره مشتت بين انطون اللي طبعا عنده قدرات ماليه هائله، بين بولا يعقوبيان وبين القوات اللبنانيه، لانه الناخب السني بهذه الدائره يتاثر بالسفاره السعوديه ايضا. يعني في يعني نحن عم نحكي عن يقال انه حيقاطعوا هالمره، نحن عم نحكي عن عرب خلدي اللي عندهم علاقه مباشره مع السفاره السعوديه، والسفاره اكيد مش مقاطعه، السفاره مع القوات اللبنانيه 100%. وبالتالي هل حيروح الصوت كامل للقوات اللبنانيه؟ حيروح للقوات ولبولا ولانطون وهيك هيك بقل تاثيره، او حيروح للقوات اللبنانيه وبولا بس؟ اذا راح للقوات وبولا بس بولا بتضمن الثاني، اذا راح للقوات ولانطون انطون بيضمن الثاني، اذا راح للقوات بس القوات بتضمن الثاني. طيب بوسي حالة مسعود الأشقر لمين حتكون يعني؟ حالة مسعود هي حالي ما بتحب القوات اللبنانية أكيد. هي حالي ما بتحب القوات اللبنانية أوكي. أكيد شخصية جورج شهوان كانت بتساعد على استقطاب جزء منها، ولكن لأنه نازل مع لائحة القوات اللبنانية بيصعب عليه هذا الموضوع. هول الناس عندهم مشكل شخصي، مش بس هني أصحابه لمسعود، هني رفاقه لمسعود، هني في هني يعني هني في درب طويل مشوه معه لمسعود، وهيدي الدرب كانت حافلة يعني بالشر القواتي، وبالتالي ما ممكن ينتخبوا لائحة القوات اللبنانية، صعب كثير ينتخبوا لائحة القوات اللبنانية. خوفي انه يتشتت الصوت، اكيد انه المرشح الماروني على لائحة التيار يستقطب جزء منهم، هو صديق مسعود وعنده علاقاته فيهم، ولكن ما بيستقطبهم كلهم. طيب بعد عندي بس 10 دقائق غسان، حاحكي باختصار عن دائرة بعبدا، هل انقسام الثورة لثلاث لوائح اليوم رح يدمر حظوظها بالوصول إلى الحاصل الثالث؟ أنا برأيي حتى إذا كان سوري. حتى إذا كانت موحدة ما عندها حظوظ بحاصل ثالث. الثورة مطرح ما في بيت سياسي، مطرح ما في سبونسر مثل نعمة فريم، مطرح ما في 5000 صوت جايتهم
كادو 5000 من نعمت من فلان من مجد من مدري مين، مطرح ما عندها اياهم ما في ثوره. ببعبدا هو ال 5000 غير موجودين، ما في حدا ببعبدا. يعني اليوم الثوره مرتاحه بالشفير لانه عندها 3000 صوت، مرتاحه بكسرويلا لانه عندها نعمت فريم. طيب المارون الثالث مين بياخذه اليوم؟ انا برايي شبه محسوم للتيار، دون ان يعني ذلك تراخي بالتصويت، بس اليوم بالورقه والقلم الاكثر حدا عنده حظوظ هو التيار الوطني الحر. بدا القوات اللبنانيه والحزب الاشتراكي معجزه هائله تيقدروا ينافسوا عليه. اذا ما في منافس، يعني اذا مش القوات، القوات والحزب الاشتراكي منافس بس منافس كثير بعيد، الثوره غير منافسه، ما في وجود للثوره بهذه الدائره اكثر من 5000 صوت. طب برايك اليوم كميل شمعون بيقدر يدعم هيدي اللائحه، لائحه القوات؟ بيدعمها بشي شكل، يعني قوات، يعني وطنيين احرار بعبدا اكيد هن اكيد هن بغير مطرح. يعني وطنيين احرار بعبدا هن نواة اللي تاسس عليها التيار الوطني الحر. يعني اليوم التيار خلف اساسه بهذه الدائره وبكثير مطارح ثاني هن وطنيين احرار، هول بدهم يروحوا يمشوا مع اي مع اي حدا بيقول هو متحالف مع القوات اللبنانيه. انه بدي ارجع اقول قصه القتل اللي حكينا عنها بالاول، في خبرنا قد ما يخبرنا، اخر شيء اهل بعبدا بيعرفوا داني شمعون وين كان وين راح وشو صار فيه. بقى فيها القيادات الحزبيه تعمل اللي بدها اياه، الناس بغير مطرح. جزين انا ما سالت عنها كمان. جزين فيها معركه ما خاصه بجزين، جزين معركتها خاصه بصيدا. شو تشبيهها؟ جزين معركتها الرئيسية خاصة بصيدا، يعني أكيد أنه اليوم في معركة خاصة بإبراهيم عزار، مقعده مضمون، يعني يعني إبراهيم عزار رابح المقعد، التيار رابح مقعد ماروني، ما بدي فوت بأمل وزياد، فيهم واحد منهم ربحان. مين اللي رح يربح، أمل ولا زياد؟ أنا برأيي حظوظ أمل أكثر من حظوظ زياد، وهذا الشيء يستدعي وجه له تحية لأمل أبو زياد. هذا الشيء يستدعي أنه هلا زياد يرفع الصوت أكثر، فيمكن حنشوف بالأسبوعين الجايين. يرفع الصوت بشو يعني؟ ما بعرف، حنشوف بالأسبوعين الجايين يعني سقف هائل بالرقم أمل يتقدم على زياد. السؤال الرئيسي، المقعد الكاثوليكي لوين رح يروح؟ المقعد الكاثوليكي ب 2018 ربحوا التيار بفضل صيدا، لأنه التيار كان عنده حليف بصيدا عنده 7000 صوت أو 8000 صوت، كان عنده حليفين جابوا اثنيناتهم 7000 صوت، هول ال 7000 لم يعودوا موجودين اليوم. بزري وأسامة سعد، دكتور بزري طبعا، مع بعضه سوا بينجحوا؟ بينجح واحد منهم اذا يعني اذا شدت مكانتهم كثير. طبعا هن خسرانين، في غياب للمستقبل واضح يعني. ايه بس هن خسرانين الناخب الشيعي اللي كان معهم هذيك المره. في لايحتهم فيها تجيب حاصل، ما فيها تجيب حاصل ونص او حاصل فاصل اثنين، وبالتالي ماكسيموم بيربحوا مقعد نيابي بيروح لاسامه سعد. طب باختصار شديد، كيف بتشوف شكل المجلس النيابي بعد انتخابات 15 ايار؟ نحن امام فعليا المشهد النيابي الحالي يلي استقالوا بعد 17 بعد انفجار المرفأ راجعين. شو راجعين يعملوا؟ راجعين بحدية أكثر بكثير، يعني راجعين معتبرين حالهم هن عملوا كل شيء وخسروا، فحنشوفهم انتحاريين، يعني حنشوف جبهة نصرة حقيقية بمجلس النواب. يجربوا يعرقلوا كل شيء، يعملوا كل شيء. أنا برأيي ما بعد الانتخابات البلد رايح لانفراجات. نحن الله يسمع منك خبر مفرح للشعب اللبناني بعد هالأزمات المتتالية اللي عم بيعيشها. أنا برأيي نحن استفدنا كثير من الاتفاق النووي ب 2016، استفاد البلد كثير، عملنا انتخابات، عملنا ترسيب، عملنا بداية التنقيب عن الغاز، عملنا مؤتمر صادر، عملنا عملنا عملنا، إجا إيقاف الاتفاق النووي وقف كل شيء. ضروري اللبناني يشوف لبنان كجزء من المنطقة، إذا المنطقة رايحة لانفراجات، لبنان أكيد رايح لانفراجات. طيب خليني أنتقل أنا وياك لفقرة لو كنت، وباختصار شديد طبعا كمان، اليوم لو كنت مكان الوزير جبران باسيل، شو كنت بتغير بتحالفاتك الانتخابية؟ كنت ما تحالفت مع، كنت ما قبلت بقليل فرزلي بالبقعة الغربي ولا أي شكل من الأشكال، وخسرت مقعد نيابي وظهرت من كل التحالف. يعني صورة قليل فرزلي بعد يلي عملوا اليوم كمان بالمتظاهرين لا يمكن حملها أو تحملها أو تفهمها بولا أي شكل من الأشكال. هيدا المأخذ. أنا بفهم بالسياسي التيار الوطني الحر يكون متحالف مع الثنائي الشيعي، التحالف سياسي، هيدا مش العون بفكر ل 100 سنة الجاية لقدام. منيح، ما في مشكلة بالتحالف مع الثنائي الشيعي أبدا ولا مع حركة أمل، في مشكلة مع شخص إلي الفرزلي بعد كل يلي عمله إلي الفرزلي، ما في يكون جنبا إلى جنب التيار الوطني الحر. لو كنت سامي جمية اليوم بانتخابات 16 أيار، كم نائبك رح يكون معك؟ حيكون معي 3 نواب، بس لو كنت سامي جميل كنت سافرت على فرنسا ووقفت كل هالبهدله اللي عم بعملها لحالي ولا ارث جدي او لشيء هيك. هالقد؟ ايه شو بده؟ انه خلص في انه في اليوم سامي جميل مرشح 3 مرشحين بس، حتى يعني ما حدا ينوهم، عنده يا 3 يا 4.
يعني هو يعني الزلمه صار عارف انه انا طموحي ثلاثه. لو كنت فرنجيه شو كنت بتعمل؟ لو كنت فرنجيه كنت فكرت جديا بان مشكل اساسي عندي اياه اني ماني قادر اطلع من دايره الشمال الثالثه، يعني اليوم سلمان فرنجيه ما عنده مرشحين بلبنان في خارج هيدي الدائره، فاذا انا بدي اعمل زعيم ورئيس جمهوريه ما فيني، وهذا الشيء من 10 سنين المفروض كان يكون عمله، لليوم بعد ما عمله. طب اليوم لو كنت نائب بانتخابات هلا 2022 بعد 16 ايار، مين رح يكون مرشحك للانتخابات الرئاسيه؟ انا مرشحي بالسياسي بيكون سو اللي عنده اجنده سياسيه بتتقاطع مع توجهات السياسيه باللي اليوم موجود. اكيد جبران باسيل عنده اجنده سياسيه واضحه، عارف حاله بالسياسه. بعد عنده حظوظ من بعد ثوره 17 تشرين اول جبران باسيل؟ بكره بتترجم بالصندوق. اذا جبران باسيل جاب 20 نائب من بعد 17 تشرين مش يعني عنده حظوظ، يعني عمل رئيس جمهوريه. اذا بعد كل هالثوره راح جاب 20 نائب يعني يعطيكم العافيه، مش انه يعني ساعتها رئيس الجمهوريه بلبنان بصير شيء صغير، انه بصير شيء تفصيل بعد كل اللي عملوه. لا يعني قد ايه احتمال يجيب هول 20 نائب؟ على الورقه والقلم هو منطلق من 18، يعني بعد في خسوا شيء مزاج الناخبين اذا فيهم يوصلوا ل 20. اذا ما جاب هول النواب ال 20 مين الاسم الثاني المرشح عندك؟ انا برايي بدنا نروح لحدا بيرضي جبران باسيل. ليه بيرضي جبران باسيل؟ يعني لانه هو حيكون ناخب رئيسي، يعني اليوم جبران باسيل بتحالفاته الداخليه هو ناخب رئيسي، فما في يجي رئيس ما يكون جبران باسيل موافق عليه، يعني صعب كثير الخبريه تصير. اوكي، مين راح يكون؟ ما بعرف ابدا، عم نحكي عن شخصيه، يعني عن شخصيه من خارج النادي السياسي. هالقد؟ انه حتى يكون جبران قبلين فيه ما حيقبل. زياد بارود مثلا؟ يعني انه صعب يقبل جبران مثلا بسلمان فرنجيه. زياد بارود مثلا؟ حدا بيشبه زياد، بس ما بعرف اذا زياد، يعني ما بدي يكون عم سوق لمرشح. طيب لو كنت نجيب ميقاتي اليوم رئيس نجيب ميقاتي، كنت بتطلع على سوريا ضمن موجه هالانفتاح العربي اللي عم بتصير على سوريا؟ ايه، وما في شيء بيبرر انه ليش بعد ما طلع على سوريا، لا من قريب ولا من بعيد، انه ونجيب ميقاتي بعد ما عرف انه مع السوري يعني السوري ما حينطروا، يعني اصلا السوري بطل ناطره، كان متوقع شيء منه ما عمله. باخر سؤال اللي بوجهه عاده بكل حلقه طبعا، لو كنت محلي شو كنت بتسال نفسك اليوم؟ شو كنت بسال نفسي ليه بعدني بالبلد؟ هيدا كل وقت انا وعم سوق، انا عم بتطلع كل وقت فرصه لبرا؟ كل وقت بفكر. عم تجيك فرصه لبرا؟ ايه، في كثير فرص. لوين؟ كثير. اول شيء لما تكوني مع هذا المحور بيجيكي فرص كثير 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 كثير. لوين؟ بس قل لي هذا المحور لوين بوصلك؟ لا بالعكس، بيجيكي فرص حتى يشيلوكي من المحور، سو بضلوا يعرضوا عليك اشياء. يعني وين؟ على اي بلد عم يعرضوا عليك؟ بيعرضوا علي خليج بشكل رئيسي، بيعرضوا علي امريكا بشكل رئيسي. خليج وين بيعرضوا عليك؟ في كثير اشياء، بس انه بس وين انه وين اي بلد تحديدا بالخليج؟ حدد لي، انت فاهمين علي ليه؟ الامارات بشكل رئيسي، فانه انت ظهار من هون من لاقي لك بفل، لانه انا بعدني متامل فيه لهذا البلد، لانه انا كثير بحب البلد، يعني انا بعدني بشوف فيه شيء في في برا. هلا ماديا بظل هيدي المعيشه الصعبه اللي الكل عم بيعيشها اليوم. ايه، منيح اني بلحظه ما نطيت على الزراعه، لو بعدني على الصحافه لا اكيد ما كنت بصمت ابدا. أو 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 كان بدي يكون صرت مثل كثيرين، يعني اضطروا يروحوا لأشياء تانية تحت أن يحافظوا. بس أنت بتقول بعد انتخابات 2016 أيار سوري رح يكون في انفراجات للبلد. إيه، هلا أنا كثير منيح إنه أنا بضل متفائل، يعني أنا من ثلاث سنين كنت متفائل. هل هيدا لأنك أنت شخصية متفائلة ولا تحليلاتك السياسية هي اللي عم بتخبرنا هيدا الشيء؟ لا أنا رابطها إذا بدك بمعطيات، يعني أنا قادر أشوف جو المنطقة لوين رايح. أوكي. معطيات المنطقة بتقول نحن رايحين لانفراجات. يعني الشعب بس اللبناني رح يرتاح بالصيف؟ رح يرتاح، بده اكثر من الصيف، يعني نحن اذا بنحكي مثلا نوعا ما بدي اقول 10% رح اعطيك النسبه، يعني اذا نحن بنحكي باستخراج الغاز، استخراج الغاز بده سنه حتى واحد يبلش يروح يقرشه، بس انه اكيد بيرجع بيأمن فرص عمل، بحل ازمه اقتصاديه حقيقيه. اهم شيء الشعب اللبناني ما يسلم بانه نحن انقاذنا عبر صندوق النقد، صندوق النقد حيعمل فيكم العمايل، نحن انقاذنا بس عبر الغاز، كل شيء ثاني حتى اللي بحكيكم اقتصاد انتاجي ومدري شو روسيا اسم الله كله محلل اقتصادي، ما في انفراج الا غاز، كل شيء ثاني هو حصر للناس وخنق للناس، الغاز هو بدايه النهوض الاقتصادي الحقيقي، بيجوا مصريات الغاز بنعمل فيهم اقتصاد انتاجي، بنعالج فيهم قصه الدين، نرجع بنأسس بلد جديد، بس بلا مصريات الغاز كله خنق.
وكذب على العالم ودين وزيادة. ان شاء الله مصرية الغاز تجي يعني طبعا. كل الناس بتأمل بهذا الموضوع لانه الناس بدها ترتاح اكيد، وخاصه اليوم الكابيتال كنترول يعني كان العنوان الاكبر عند الشعب اللبناني، ما ناقصه هموم زياده. انا بدي اتشكرك كثير على هيدي الحلقه، وان شاء الله الامل اللي اعطيتنا اياه اخر الحلقه يتطبق بالاشهر القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مشاهدينا لهون بتكون انتهت حلقتنا، مثل العاده انا بشوفكم الاسبوع اللي جاي بنفس التوقيت، انطروني.